السلام عليكم اصدقائي، كيف حالكم؟ متابعين قناه مستر كريبتو. فيديو جديد على قناتنا، القناه المهتمه باخبار العملات الرقميه. بالفيديو اصدقائي راح اتكلم عن تحليل البيتكوين وخبرين مهمين ممكن ياثروا على سعر البيتكوين خلال الساعات القادمه. قبل ما نبلش فيديو اصدقائي، بتمنى تضغط على زر اللايك، تشترك بالقناه، تفعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقميه. ولا تنسى تنضم لقناتنا على تليجرام، الرابط موجود اسفل الفيديو والرابط موجود في بانر القناه. خليكم معنا هذا الفيديو تعرفوا اخر اخبار سوق الكريبتو. أول أصدقائي خليني أبدأ بالأخبار. راح أبدأ بخبر رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الآن يخضع لتحقيق بسبب علاقة مع سام بانكمان فرايد اللي هو رئيس أو المدير التنفيذي لمنصة FTX سابقا اللي اتهارت. طبعا ممكن يكون عندي علاقة ما بين رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات مع سام بانكمان فرايد، وطبعا هاي دعوة قضائية قدمتها مكتب مستشار الأخلاقيات في الولايات المتحدة الأمريكية. في شهر مارس اصدقائي 2022 كان عندي مكالمة ما بين رئيس هيئة الاوراق المالية جاري جينستر مع رئيس FTX السابق بعد انهيار المنصة. دامت هاي المكالمة تقريبا 45 دقيقة. وطبعا اصدقائي مكتب مستشار الاخلاقيات كان مفروض يحضر هذا المكالمة، لكن لم يتم دعوته ولم يتم طلب الاذن من قبل هيئة الاوراق المالية والبورصات او رئيس هيئة الاوراق المالية والبورصات تحديدا. بما أن رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات لديه نفوذ داخل الولايات المتحدة الأمريكية، فلازم يتم طلب من مكتب مستشار الأخلاقيات لحضور الاجتماع، لكن لم يتم الحضور من رئيس مكتب مستشار الأخلاقيات بسبب عدم الطلب من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات أو رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات. وهذا الشيء اللي أكد على وجود علاقة ما بين رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات جاري جينستر ومن بين رئيس FTX السابق أو مدير تنفيذي السابق لـ FTX اللي هو سام بانكمان فرايد. وهذا الشيء بيعد انتهاك للبروتوكول الأمريكي اللي هو عدم وجود طلب إذن لمقابلة سام بانكمان فرايد. طبعا هذه الدعوة القضائية ممكن تسبب بتنحي رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات من منصبه. طبعا وهذا الشيء ايجابي لسوق الكريبتو بما انه رئيس هيئه الاوراق الماليه والبورصات عم يهاجم سوق العملات المشفره، وتم تصنيف جميع العملات المشفره غير بيتكوين على انها عملات سكيورتي. وهذا الشيء ممكن يسبب ازاله رئيس هيئه الاوراق الماليه والبورصات، وهذا الشيء يسبب ارتفاع لسوق العملات المشفره. الخبر الثاني اصدقائي من صندوق النقد الدولي بتغريده على تويتر كان عم يناقش فيها العملات المشفره وقال انه حظر العملات المشفره ليس فعالا، يجب الاستفاده من التكنولوجيا الدفع، لكن يجب الحد ايضا من مخاطر سوق العملات المشفره ووضع قوانين تناسب سوق العملات المشفره ويتم انصاف العملات المشفره، يتم تخفيف الخطوره وتقلبات العملات المشفره ويتم الاستفاده من تكنولوجيا الدفع بخاصه في البلوك تشين والكريبتو. شو بالنسبه لتحليل البيتكوين اصدقائي، على فريم الساعه حاليا عم تواجد على ترند صاعد. إذا تم اختراق هذا الترند للأسفل فممكن يسبب انخفاض لمناطق 28500 اللي هي مناطق الدعم التالية، لكن في حال الكسر إلى الأعلى فممكن نتوجه لمناطق 33000 دولار، لكن يجب تأكيد الارتفاع. عندي فشل عدة مرات بالاختراق مناطق 31000 دولار، وهذا الشيء اللي عم بسبب دائما هبوط للبيتكوين لمناطق 30500 في كل مرة يتم لمس هاي المنطقة. حاليا نحن متواجدين اعلى الموفيج افريج 200 وعن دعم ال 30500، في حال تم كسر منطقه 30350 فرح نتوجه مره ثانيه لمناطق 30000 دولار، وبعد كسر هذا الدعم عندي كمان دعم قوي على مناطق 30000 دولار. اذا تم كسر هاي المناطق رح نتوجه مره ثانيه لمناطق 28500. انا حاليا برجح الهبوط اذا تم اغلاق شمعه ساعه او شمعة اربع ساعات اسفل مناطق 30000 دولار، فرح يتاكد سلبيه البيتكوين ونتوجه مره ثانيه لهبوط قاسي في اسواق العملات المشفره، لكن هذا الهبوط رح يكون اعاده اختبار لدعم 28500. اصدقائي نكون وصلنا لهذا الفيديو، اتمنى الفيديو يكون اعجبك، لا تنسى تشترك بالقناه، تفعل زر الجرس، تضغط اللايك حتى يوصلك كل جديد في عالم المترقمي. مع السلامه، دمتم بخير.